بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده الكرواسو، هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمله النهاردة بحشو اللي هو البلح الأسمر ده كده حبايبي. نص كيلو بلح أسمر أنا مفصصاه ومطلعة البذر منه وشايلة القشرة اللي فوق اللي هي السمرة ديت. ايه حبايبي، ايه هنا بقى نحتاج لمقادير مقادير العجينة معايا. ده كده الدقيق معايا 850 جرام دقيق، وهنا معايا ربع كوباية زيت، ومعايا بيضة كبيرة، وكيس خميرة فورية اهوت حبايبي، وهنا معايا معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح. دي كده حبايبي المقادير. وهنا معايا بقى ايه، ميه دافيه عشان هنستعملها دلوقتي في اللي انا اعجن بيها العجينه. دي حبايبي المقادير اهيت معانا. نبدأ بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل مع بعض كده في العجينه. دلوقتي حبايبي هبدأ بقى ان انا اضيف الحاجات اللي هي الخميره والسكر والملح. هبدأ ان انا اضيفهم كده على الدقيق. وهضيف السكر وهقلبهم بس كده الاول عشان الخميره تختلط معاهم. وهنضيف الملح. هبدأ ان انا اضيف الزيت دلوقتي حبايبي. انا بعد ما ضفت الزيت كده وقلبته، هبدأ بقى دلوقتي ان انا اخد شوية مية كده اهوت، هنضيفهم على البيضة. واقلبهم كده ايه مع بعض عشان البيضه ايه تختلط مع الميه. ايه خلاص، هبدأ بقى دلوقتي ان انا ايه ازود مية، يعني واحدة واحدة كده بقى ايه واعجن لحد ما تتكون معايا ايه عجينة. فانا هوقف بقى كده دلوقتي وارجع نرجع تاني واكون انا بقى ايه عجنتها. كده حبايبي انا بعد ما عجنت العجينة كده في العلبة والعجينة لمت معايا، فانا شلتها الطبخة طبعا نضيفة معايا، فانا ببدأ اللي انا يعني بحاول اللي انا اعجنها كده شوية على الطبخة، يعني بتعجنيها كده لمدة 10 دقايق عشان تطلع معاكي العجينة هشة كده وخفيفة بعد كده. فأنا حبيت إن أنا أوريكم بس الخطوة ديت. فأنا طبعا إيه كنت عجناها بقى من شوية أهي كده خلاص. هبدأ بقى إن أنا أحطها في العلبة هنا تاني. اهي حبايبي، هبدأ بقى دلوقتي اللي انا ايه اغطيها. هي احسن حاجة اللي انتي بتحطيها في علبة، يعني محكمة الغلق كده اهوت، وتقفلي عليها كويس. ده احسن، بيخلي العجينة اللي هي تتخمر معاكي بسرعة، وكمان اللي هي يعني هتلاقيها يعني اتخدمت كويس كمان، في اكنك عجنها في عجان فترة، يعني مدة كافية يعني. فديت هتخليها تطلع معاكي هشة وجميلة جدا. العلبة ديت يعني فكرة كويسة جدا، انا بستخدمها لما باجي اعجن اي عجينة، فلازم بحطها ايه كده. دلوقتي بقى انا هنسيبها لحد ما تتخمر ونشوفه مع بعض بقى ايه شكلها، يبقى شوفوا شكلها بعد كده حبايبي.
دلوقتي حبايبي هكمل بقى معاكم. دي العجينة شايفين شكلها عامل ازاي بعد ما اختمرت، يعني حتى اللي هي رفعت الغطا اهي، جميلة جدا. ما صوريها يا ندى، اهي يا حبايبي. دلوقتي بقى هبدأ اللي انا ايه معايا شوية دقيق عشان هستعملهم برضو دلوقتي. معايا البلح اللي انا قلت لكم في الاول خالص اللي انا مفصصاه اللي انا هحشي بيه، وهنا معايا ده كده سائل التلميع اهوت حبايبي، ده كده اهوت انا هستعمله لحدن بيه الوش. ده هنقول لكم بقى عباره عن ايه، لان انا مستعملاه قبل كده واخده منه ودهنا بيه معجنات قبل كده. كنت حاطه بيضه على ربع كوبايه لبن، على معلقه كبيره سكر، على معلقه صغيره قهوه كده سريعه الذوبان، وقلبتهم مع بعضيهم وبحتفظ بيهم بقى في ازازه كده بخليها في الفريزر. وقت ما باجي اعمل المعجنات ببدا اللي انا اطلع وادهن بيه اي حاجه انا بعملها اهو حبايبي. فانا بقى دلوقتي ماشي، دلوقتي بقى هبدا اللي انا ايه اهبط العجينه ديت عشان هبدا اللي انا اخد نصها. قبل انا اخد نص العجينه كده اهوت، النص التاني انا هقفل العلبه دلوقتي لحد ايه ما اخلص. هبدا احط رشه دقيق كده اهوت، شايفين اللي هي بيبقى فيها سنة تلزيقة كده اهوت، علشان ايه انا تطلع معايا، عشان يطلع الكرواسو هش كده وخفيف كده ايه معايا. حطلها كده رشة من فوق وهبدأ بقى انا افردها. وجنبي مني بقى صاج مجهزاه، انا بفرد بقى ايه يعني مره بالطول ومره بالعرض ده كده اهوت حبايبي. هوقف بس دلوقتي لحد بفردها عشان ما يعني ما اخدش وقت كده مع وقت ياما في الفيديو. كده حبايبي انا كده فردتها كده زي ما احنا شايفين. هبدا بقى دلوقتي معايا نار بقى سمنه سايحه، هبدا كده احط عليها معلقه كده اهوت او معلقتين عشان انا يعني الحته دي كبيره، حاجه حتى ايه بايديا كده اهوت واوزعها كده اهوت حبايبي. هبدأ بقى ايه اللي انا اقطعها مثلثات. كده حبايبي طبعا هو الحجم ده هيطلع يعني معايا كبير شوية. كده هو هبدأ بقى اخد يعني ملو معلقة كده من البلح. البلح ده معلوش دهان ولا عليه اي حاجة خالص، بلح اسمر شايلة المفصصاه يعني شايلة القشرة السمرة اللي فيه اهيت. ببدأ بقى اخد كده هوت طبق بس ده كده شوية كده حبايبي. هنا بس هنقلل من ديت حتة عشان ما تبقاش ياما اهيت. دلوقتي بقى هبدأ اللي انا ايه
احشي يعني الفه بقى كده اهوت. دي بحاول اللي انا اخليها تحت كده اهوت، واللي هي الجزء ده كده بحاول اللي انا الفه لفة كده اهوت. كده بنفس الشكل كده اهوت. هبدأ بقى اللي انا احطه بقى ايه على الصاج. كده حبايبي دلوقتي بقى انا هنكمل بقية الكمية كده بنفس الطريقة، ونقعد بقى معايا كيس كده فاضي، يعني كيس كده نضيف اهو بغطيه مع بال ايه ما اخلص كده الف كده اهوت واحط واغطي. لازم بس الخطوة دي عشان الوش بتاعه ما ينشفش. دلوقتي بقى انا هنركنه بقى على جنب وهنكمل ايه بنفس الطريقة كده. دلوقتي هوقف بس دلوقتي عشان ماخدش وقت، وهلف زي ما وريتكم. ممكن بقى اللي انت تحشيه عجوة، ممكن تعمليه سادة، ممكن تحشيه جبنة، يعني على حسب ما انت عايز. دلوقتي حبايبي انا بعد ما خلصت كده وخلصت الكرواسون ولفيته حطيته كده اهوت في الصاجون، وبعد كده اهوت غطيته كده. بتغطيه بأي كيس عندك يكون نضيف على وتسيبيه لحد ما يختمر. فانا اهوت شايفين هو لسه في اختمر وفي لسه، فانا ده كده اختمر كده شويه اهوت اللي انا كنت بدأ فيه من الاول خالص، وهتلاقوا لسه بقى اللي هو اللي انا لفاه بعد كده اهوت لسه، فمحتاج محتاج اللي انا اسيبه ايه شويه كده. انا هنغطيه ده الصاج دوت انا عملته اللي هو محشي بالعجوه اللي هو بالبلح، وده اللي انا عملته بقى ايه ساده. فانا عاملاه ده اهوت بقى ساده عشان ايه اللي حابب بقى ايه يعني مش عايزه ساده عندي، فيعني يبقى كل واحد ايه براحته. فانا دلوقتي بقى هسيبه شويه كده كمان، بس مش ياما لان هو خلاص قرب يختمر، فهسيبه كده اهوت يعني 10 دقايق كده كمان. وبعد كده اهوت بقى ايه حبايبي هبدأ بقى ايه اللي انا ادهنه وادخله الفرن. كنت عايزة بس كده حبايبي الكرواسون كده خلاص اختمر. شايفين حبايبي شكله كده حبايبي. هبدأ بقى دلوقتي اللي انا ادهنه. كده حبايبي هدهن بقى الكمية كده كلها بنفس الطريقة كده، بعد كده هدخله بقى ايه على الفرن. كده حبايبي بعد ما دهنت كده الوش بتاع الكرواسون هبدأ بقى دلوقتي اللي انا ادخله على الفرن، وهسيبه بقى ايه يعني هو مش هيغيب يعني مسافة. انا مسخنة الفرن لازم يكون سخن معاكي قبل ما تدخلي السجق، يعني بربع ساعة كده اهوت او تلت ساعة بتسخني الفرن. بعد كده بتبدأي اللي انت بتدخليهم، ويعني هيخلص معاكي على طول مسافة يعني ربع ساعة كده اهوت، مش هيغيق هيطلع. يعني لازم تخلي بالك اول ما هيبدأ اللي هو تلاقيه خلاص اللي هو احمر كده من تحت، هتلاقي من تحت كده احمر، بتبدأي اللي انت بقى ايه يعني لو انت عندك الشواية لوحديها
والبوتاجاز تحت لوحده، يعني النار تحت لوحديها وفوق لوحده. فهتبداي بقى اول ما هيحمر معاكي من تحت هتطفي بقى من تحت، وتبداي بقى اللي انت بتولعي الشوايه عشان الوش بتاعه يتحمر. بس كده يعني، هو ما بيغيبش. دلوقتي بقى انا هسيبكم وهدخله وهعمل بقى الخطوات اللي انا قلت لكم عليها ديت، ونرجع تاني مع بعض كده، ويعني وهو يكون خالص كده. حبايبي ده كده شكل الكرواسون كده بعد ما خلص كده وطلعته من الفرن. شايفين حبايبي شكله جميل ازاي؟ انا لسه مطلعهم دلوقتي، ودلوقتي وهما سخنين في خطوة بس هعملها، يعني عشان يبقى طري، يتن طري كده اهوت معايا. فانت لو عندك بخاخة هتحطي فيها شوية مية وهتبدأي اللي انت ايه بترشيه يعني. بس انا هنعمل ايه، هنعمل كده بالفرشة، فرشة كده بمية، وهعمل ايه، هعمل الخطوة ديت ايه كده حبايبي. بس دلوقتي بقى ايه، انا هوقف كده، انا هعمله بقى كله كده بنفس الطريقة، بس هوقف عشان ما اخدش وقت وارجع تاني. دلوقتي حبايبي انا بعد ما رشيت الكرواسون كده ميه، دهنته ميه كده قدام منكم، هبدا بقى اللي انا حطيته كده على فوطه وتغطيه شويه بس كده اهوت لحد درجه الحراره بتاعته ما تهدى. بعد كده بقى ايه، تقدري بقى اللي انت يعني ممكن تحتفظي بيه بقى في قلب كيس كده حبايبي. دلوقتي بقى حبايبي هبدأ بقى انا ايه، بعد ما رشيت كده الكرواسون كده ميه وحطيته على فوطه علشان بس ايه لحد ما يبرد كده معاكي، هبدأ بقى انا ايه احطه بقى كده على صينيه. وبعد كده بقى تقدري انت تحتفظي بيه في قلب كيس، بس انا هحطه بس دلوقتي على صينيه يعني علشان بس ايه اوريه لكم. كده بقى انا عايزه ايه اوريه لكم. ده كده حبايبي شكله، شايفين شكله جميل ازاي؟ هوريكم برضو، هفتح لكم برضو واحدة واوريكم برضو شكله من جوه. شايفين حبايبي شكله من جوه عامل ازاي؟ يعني طبعا هي طبقة السمنة اللي انا دهنتها عليه قبل ما احط الحشو، هي اللي بتديلها، شايفين انا بتديلها طبقات كده من جوه، شايفين حبايبي، وبيبقى هش كده وخفيف عامل زي العيش الفينو بالظبط، شايفين. نعم جميل جدا. نعم ده كده اللي هو السادة.
عايزة برضو افتح لكم واحدة برضو اللي هي فيها الحشو، تقريبا اللي هي ديت. ايوه هي شايفين حبايبي شكله جميل جدا. وحشو حشو البلح اللي انا عاملاه اللي هو البلح الاسمر، يعني بيبقى جميل جدا. ممكن تحشيه بقى اي حاجه، ممكن تحشيه جبنه، ممكن تحشيه لحمه مفرومه، ممكن تحشيه اي حاجه، اي حاجه انت حباها. كده بقى ايه نوريكم شكله بقى الايه الاخير. اتمنى حبايبي للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الوصفه. وصفه سهله جدا وبسيطه، وتقدري ان انت تعمليها لاولادك في ايام المدرسه. زي ما شفنا يعني ادتني كمية كويسة جدا، يعني 850 جرام دي ما كملش الكيلو معايا، بس عمل معايا يعني كمية كويسة. لو انت مثلا هتعملي كمية وعايزة تحتفظي بيه كمان في الفريزر، ممكن تحطيه في قلب كيس وتحتفظي بيه في الفريزر وتطلعيه وتسيبيه لحد ما يفك، وبعد كده تديه لأولادك وهما رايحين المدرسة. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم، بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وتستفادوا منها، يا ريت حبايبي اللي انتوا تدعمونا بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه، وما تنسوش اللايك والشير، عشان اللايك والشير مهمين جدا حبايبي، بيخلي الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، والقناه تكبر كمان بيكم حبايبي. بحبكم جدا في الله. كان معكم حنان الوراكي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.